الثانية حتكون IP Source Guard والثالثة حتكون DAI. بس قبل ما أتكلم على IP Source حتكلم على DAI. ليش؟ لأنه DAI ما بي configuration حقيقة. IOU اللي داعش طول عليها مدى تسوي support إلى. بس IP Source ولا هو كذلك مو كامل الconfiguration مالته بالمعنى الصحيح، بس ممكن نسوي IP Source Guard statically وليس dynamic، وحطيك فكرته بعدين بالconfiguration. خليني أعطيك فكرة الARP بشكل سريع. عرفنا احنا الARP Address Resolution Protocol أو هاي الفيتشرز تساعدنا انه اذا الكمبيوتر متصل بالسويتش نجبر الكمبيوتر انه ما يستطيع يغير الماك ادريس مالته، يعني هاي فائدتها. اوكي، او بمعنى اصح انه تسوي انسبكشن او تفتيش للماك ادريس، اذا تغير حتسوي له بلوك. زين، هي مين تعرفه؟ حتعرفه من التيبل الخاص بالدي اتش سي بي، من التيبل الخاص بالاي ار بي، يعني الماك ادريس راح يوصل لليوزر. خلونا نشوف فكره الاي ار بي كيف. مثلا عندي سويتش هنا مربوط مع سويتش اخر، اوكي، يعني هذا سويتش اخر، وهنا اكو كمبيوترات مثلا مربوطه بهذا السويتش، وهنا كمبيوترات كذلك مربوطه بالسويتش الاخر، وبيناتهم اكيد لينك اللي هو مثلا يكون ترانك او ايثرنت او ايثر شانل، العفو، يعني بيناتهم لينك. تمام، اوكي. الان الفكره كيف حيصير الكونفيجريشن بالاي ار بي. هنا فقط اطلع البن حتى نقدر نكتب. هنا لاحظ وياي، هنا ادي تو سويتش، وهاي التو سويتش مثل ما تشوف هنا، خلينا نقول هذا هو السويتش 1 وهذا هو السويتش 2. تمام، وبيناتهم هذا خلي يكون ترانك ايثر شانل وات ايفر، اوكي، طبعا متصلات هنا بيه. اوكي، هنا عندي ماك تيبل او الاي ار بي تيبل او الماك تيبل، يعني الماك ادريس مال كل يوزر، يوزر اي، يوزر بي، يوزر سي، وكذلك دي اي. هنا موجود الماك ادريس، وين موجود الماك ادريس؟ داخل السويتش بالتيبل المعروفة عندنا اللي هي الماك تيبل. تمام، هذا الماك تيبل هنا. تمام، احنا نريد نجبر اليوزر الاي ما يغير الماك ادريس مالته. ليش؟ ممكن يغيره او ممكن يسوي اتاك مهم جدا مشهور اسمه الاي ار بي بويزنينج، انه تخلي الكمبيوتر مالتك كانما هي الجيت واي مال الراوتر او مال الشبكة، اوكي، فالترافيك كله يمر من خلالك. هذا معروف بالاتاك والسكيورتيز اللي هو يسموه الاي ار بي بويزنينج. اشهر برنامج يسوي الكين ان ابل، كين ان ابل هذا برنامج يسوي هاي المواضيع او يسوي الاي ار بي بويزنينج مع مواضيع اخرى. اذا احنا نريد نوقف هذا الاتاك ونريد نسوي انسبكشن وتفتيش لكل بورت على الماك ادريس مال الكمبيوتر او مال الراوتر اور وات ايفر، انه لازم ما يغير الماك ادريس ابدا. كيف نسوي هذا الموضوع؟ يعني كيف نجبر اليوزر اي فقط عندما يغير الماك ادريس مالته يستخدم برنامج ينزل امر مثلا بالراوتر، ممكن تغير الماك ادريس للانترفيس، بالكمبيوتر كذلك ممكن، يعني الويندوز وكذا بي فيتشرز تقدر تغيره حتى ما تحتاج اي برنامج. يمكن اني اتطرقت لهذا الموضوع قبل وكتبت بعض الكتابات على الموضوع هذا، انه ممكن تغير الماك ادريس بالكمبيوتر كذلك. anyway، اريد الكمبيوتر ما يتغير الماك ادريس او الديفايس هذا ما يتغير الماك ادريس، وان تغير يصير عنده شنو دروب وما يقدر يدخل للشبكة. ليش؟ لانه يعتبر هو تحت الاتاك او يسوي اتاك على الشبكة مالتي. كيف يكون هذا الموضوع؟ الاداة الاي ار بي حتنقذنا بهذا الموضوع. هنروح نكتب بالكونفيجريشن مود IP ARP inspection ونحدد الفيلان. مثلا احنا نشتغل على VLAN 1 نكتب VLAN 1، اذا نشتغل على VLAN 100 نكتب VLAN 100. اذا نتفعل الانسبكشن او تفتيش الماك ادريس شنو؟ على VLAN 100. زين، هو حيفتش وين؟ يعني كيف حياخذ الماك ادريسات مال كمبيوتر اي وبي وسي؟ قال لك انا عندي الماك تيبل، عندي الاي ار بي تيبل، عندي الدي اتش سي بي، اذا اشتغل دي اتش سي بي عندي كثير مواضيع من الدي اتش سي بي، دي اتش سي بي باندلنج، او تقدر تسوي شو اي بي دي اتش سي بي باندلنج، حشوف الماك ادريسات مال اليوزرز وكذلك الاي بي الموزعه اذا انت كذلك دا تشتغل دي اتش سي بي سنوبينج.
تمام. إذن هذا الأمر حيفعل هاي الخاصية. حيبدي شنو يصير بعد هذا الأمر؟ شنو اللي حيصير بعد هذا الأمر؟ حيصير التالي: الـ ARP حيعتبر كل الانترفيسات اللي موجودة بالسويتش بعد هذا الأمر كلها يسميها شنو؟ يسميها untrusted، غير موثوق بها، ولازم يصير لها inspection، تفتيش، وأي MAC address زايد ناقص متغير whatever يصير له drop. تمام، وهذا اللي نريده احنا. ف IP ARP inspection VLAN، وتكتب الVLAN، ممكن تسوي IP ARP inspection validation وتشيك على source MAC address، وكذلك تقدر destination MAC address، وممكن IP، ولو IP نقدر نسوي بالIP source card anyway. فممكن تحدد source والdestination والIP، فلذلك فقط تنزل أمر الـ ARP كل الانترفيسات حتصير شنو؟ untrusted. إذا تنزل هنا كذلك حتصير غير موثوق بيها، لازم تتعرض للتفتيش دائما. تمام، بس هذا حيشكل لنا إشكال. شنو الإشكال؟ إذا احنا خلينا كل الانترفيسات untrusted وكلها تتعرض للتفتيش، فهذا السويتش ما حيشتغل أو حيوقف عمله مع السويتش الآخر. ليش؟ لأنه هنا مثلا يتغير الماك، ينشال هذا الكمبيوتر، يبقى وهذا البورت مثلا بعدة ماكات يصير، انت شو تخلي هنا كمبيوترات لحيمثلها هذا البورت. فإذا تسوي هذا البورت المقابل untrusted، الـ ARP لحيمنع هذا الترافيك منه، وحيوقع الاتصال بين السويتشات. لعد شو نسوي؟ قال لك لازم تنزل أمر الـ IP ARP Inspection Trusted، أوكي؟ على الانترفيسات المواجهة للسويتشات، للراوترات، يعني اللي أنت ما تريد يصير بيها Inspection. فأكيد أنا ما أريد هنا تفتيش، لأنه هذا السويتش أنا واثق به ونزلت به الـ ARP Inspection بداخله، فحروح أنا على هذا الانترفيس وأقول له ARP شنو؟ Trusted. واروح كذلك على هذا الانترفيس اذا اشتغلت الاي ار بي، اقول له كذلك انت تراستد، حتى الاي ار بي انسبكشن يتجاهل او يثق بهذا الانترفيس، فيقول هذا ثقه، ما نقدر احنا نسوي تفتيش للماك ادرس مالته، يبقى مركز على الانترفيسات الانترستد الغير موثوقه. هذا فكرة موضوع الـ ARP Address Resolution Inspection. حتقول لي زين أنا سويتها بالعمل، كيف أسوي تيست؟ تروح على الكمبيوتر بعد ما نزلت على هذا الانترفيس كذلك، وعموما أنت فقط تكتب IP ARP Inspection VLAN 100 على كل الـ VLAN راح يعمل. ممكن تحدد انترفيس، تروح على الانترفيس، وممكن تكتب له IP ARP Inspection للانترفيس itself. كيف تتأكد؟ تسوي بينج من الـ A للـ B، ده يشتغل بشكل طبيعي ما عندك اشكال بعد الاوامر مال الـ ARP inspection. تروح تغير الماك ادرس مال هذا الكمبيوتر، تسوي بينج مرة اخرى، ما يعمل اتصال، ما في بعد. ليش؟ لانه هذا الكمبيوتر اي صار به اشكال وصار به تغير. هي فكرة الـ ARP بشكل نظري، وللأسف ما عندنا موضوع التشيك أو ما عندنا موضوع التطبيق بشكل كامل بالـ ARP. فكرة الـ IP Source Guard نفس الموضوع، يعني هنا حنروح كذلك أعطيك فكرتها. إذا عندنا سويتشات هنا، بهذا السويتش سويتش 1، هذا الكمبيوتر أخذ IP، مثلا أخذ IP من الـ DHCP أو أخذ IP manually، يعني ممكن manually وممكن DHCP. تمام، إذا أخذ من DHCP وانت فعلت خاصية الـ IP Source Guard، وحنيجي نشوف الأوامر مالتها، الـ IP Source Guard لح يروح يتناقش ويا من؟ يتناقش ويا الـ DHCP Table اللي انت كذلك مشغل الـ DHCP Snooping حتى تحمي الـ DHCP Server يسوي له Protection. فحيتناقش مع الـ Tables الخاصة بالـ DHCP ويأخذ من عندها الـ IP لكل كمبيوتر. مثلاً الـ DHCP مطي IP لهذا الكمبيوتر هو 10 أو خلينا نقول 1.1.1.1، مطي IP لهذا الكمبيوتر. طبعاً هذا الكمبيوتر بي MAC address خلينا نقول A11. فبالـ Table مال Snooping هو untrusted طبعاً بالـ DHCP Snooping، هذا الانترفيس بالتيبل مكتوب الماك ادرس مالته A11 والIP مالته 1.1.1.1. يجي الIP Source ياخذ هذا الIP وياخذ الماك، بس هو بالبداية يركز على الIP، يعني هنيجي نشوف، ياخذ الIP ويخزنه عنده. انت طبعا شغلت الIP Source وتروح هنا على هذا الانترفيس تكتب له IP
فيريفاي، شيك على اساس شنو؟ شيك على اساس السورس، حنيجي نشوفه، يعني شيك مصدر الاي بي. اوكي، اذا كتبت اي بي سورس وراها هذا الامر على الانترفيس، طبعا هذا الامر المفروض على الكونفيجريشن، اوكي، وتروح على الانترفيس تكتب هذا الامر، الاي بي سورس راح ياخذ الاي بي اوتوماتيكلي، طبعا كل هذا اوتوماتيكلي ياخذ الاي بي ويخزنه يمه. في حاله غيرت الاي بي مالتك 1.1.1.1 وسويته 1.1.1.10، الاي بي سورس حيمنعك من الاتصال والدخول للشبكه. ليش؟ لان يقول لك انت هذا المصدر مو هو الحقيقي، انت المصدر مالتك 1.1.1. حتقول لي هي الاوامر مهمه او المواضيع مهمه؟ جدا مهمه. اذا انت تخلي يعني اليوزر براحته يغير الاي بي وكذا، هذا يسبب لك اشكال، يعني يسبب لك مواضيع كثيره. حتقول لي موجود الويندوز سيرفر وكذا، هذا موضوع اخر، موضوع الادمنستريتور، بس اذا تمنع هنا من الديفايسز، يعني هاي المواضيع كذلك تفيدك مع مواضيع الويندوز سيرفر، ما تخليه يغير الاي بي او كذا. زين، اذا انت تتعامل مع اجهزه، الويندوز سيرفر وين بالموضوع؟ يعني اذا هنا عندنا راوتر وانت ما تريد الراوتر هذا يغير الانترفيس، انت اي اس بي او انت واتيفر، فهذا الانترفيس يعني قابل شلون تنصب ويندوز داخل الراوتر؟ يعني ما ممكن. فيجي الاي بي سورس، الدي اتش سي بي سنوبينج، الاي ار بي انسبكشن، هاي المواضيع تجي توفر لك هاي الاليات حتى تساعدك. اذا مع الاي بي سورس اي تغير بالاي بي راح يطبق بوليسي هنا ويمنع لك او يسوي لك دروب للباكيتس، لانه انت حتكون ان تراستد او ان اثورايز، غير مخول بهذا الاي بي. حتقول لي بسيطة، ما دام العشرة ما اشتغل اروح ارجع على الواحد، لا، الموضوع مو بهالسهولة. اذا ترجع على الواحد كذلك ما حيشتغل عندك. ليش؟ لازم تروح بالسويتش تسوي موضوع تشيل البوليسي وترجعها مرة اخرى يلا يشتغل. ليش؟ لانه هاي المواضيع تفيد بالسيكوريتي. هو انت اذا الهاكر غير الاي بي وبعدين ما قدر ينفذ ورجع الاي بي وراح ما حد شافه، انت غير يعني تسوي تشيكينج او كذا، فلازم تعرف بالموضوع، لازم تعرف اللي صار. اوكي، هاي فكره الاي بي سورس جارد، خلونا نطبقها. بس للاسف ما حنطبق الاي بي سورس جارد اوتوماتيكلي، حنطبق شنو؟ المانيوال. يعني كيف؟ ممكن نستخدم الدي اتش سي بي، حشوفك فد مواضيع يعني شويه تكون يعني طلعنا من الاطار العام وسوي لنا فد موضوع متقدم نوعا ما، حنسوي دي اتش سي بي بطريقه ما ونشغل الدي اتش سي بي سنوبينج كذلك. اوكي، ونروح نسوي مانيوالي اي بي سورس كارد، اللي هو يطبق حقيقه على الاي بيات المانيوالي وليس الدي اتش سي بي، بس حتى تكون معرفه عندنا نوعا ما متقدم. اللاب البسيط مثل ما تشوفه سويتش مالتي لاير سويتش، الاي او يو اشتغلت به هنا، وتو راوترز هنا حيصير بهن التست. تمام، هذا السويتش حيصير هو دي اتش سي بي سيرفر باليه او بموضوع الفيلان. كيف يكون هذا الموضوع؟ اريد فقط اعطيك طرق اخرى لموضوع الدي اتش سي بي حتى تصير عندك مرونه بالكونفيجريشن. لاحظوا يعني هروح على الاي او يو او السويتش، طبعا الاوامر انا خالها امامك، بس خلينا نسوي دي اتش سي بي بالبدايه واشوفك كيف حياخذ اي بي. هروح اقول له كونفيج تي اي بي دي اتش سي بي بول، واسمي هذا هو بول اسمه فيلان 1 اوكي او فيلان 01، واقول له نتورك اللي حتصير 10.10.10.0.255.255.255.0، والديفولت جيت واي حتصير 10.10.10.1. تمام، زين، هي وين الديفولت جيت واي؟ يعني انت اواني سويت دي اتش سي بي سيرفر ديفولت جيت واي وكذا، هو وين الديفولت جيت واي؟ الفي لان 1 حاشتغل اس في اي. هروح اقول له كونفيج تي انترفيس في لان 1 اي بي ادريس 10.10.10.1.255.255.255.0 نو شت داون. الفي لان 1 هي حتصير الجيت واي، الفيلان 1 هي حتكون جيت واي للدي اتش سي بي بول اللي سويناه. تمام، زين، الفيلان 1 على يا انترفيس؟ على كل الانترفيسات باي ديفولت. اوكي، فاي واحد يربط هنا راح يحصل دي اتش سي بي. تمام، اذا هاي طريقه اخرى الفيلان 1 اشتغلناها، يعني مو سبيسيفيكلي انترفيس وانما اس في اي. تمام، وراها شنو اللي اسوي؟ اقول له كونفيج تي، خلنا اتاكد اخذ اي بي ولا لا الراوترات اللي امامي هنا.
حروح على الراوتر 1 config t interface f0/0 ip address dhcp. طبعا اقول له شت داون، انتظر يصير شت داون، وبعدين اقول له نو شت داون حتى اتاكد هل اخذ اي بي ولا لا. تمام، اقول له نو شت داون الان. وراها المفروض ياخذ اي بي من رينج ال 10 10 10 something. تمام، طبعا لاحظ وياي هنا اخذ اي بي 10 10 10 2. ممتاز، اذا نقدر نقول الراوتر الاول اخذ 10 10 2. اوكي، خلينا نقول اكس لانه حيتغير هذا الرقم. تمام، اذا الراوتر الاول اخذ هذا الاي بي. خلينا نروح على الراوتر الثاني config t interface f0/0 ip address dhcp server او dhcp client. هنا أنا يعني حيصير شت داون نو شت داون. اوكي، لان هو شت داون نو شت داون، المفروض كذلك ياخذ 10.10.10.something. نتأكد البينج بيناتهم شغال. في حالة إذا أخذ اي بي هنا أنا اشقد عندي 2، هنا اشقد صار عندي 3. تمام، إذا أقول له بينج أو أتأكد شو اي بي انترفيس بريف، ما أخذ الاي بي هذا أمامك، أقول له بينج على 10.10.10.2. حيرجع لي ريبلاي اللي هو هذا، حيرجع لي ريبلاي بدون مشاكل. لاحظوا ياي، حروح بالراوتر ال1 وكذلك أقول له بينج لل 10.10.10.3 ليرجع ريبلاي. هقول له config t interface f0/0 ip address 10.10.10.255.255.255.0. يعني ما ربطت ويا DHCP، طلعت من DHCP. اوكي، ده اخلي ip براحتي الان. اوكي، شنو اللي حيصير؟ ping لل 10.10.10.3، هذا ايش قد صار؟ هذا ايش قد هسه؟ 3. تمام، 3 حيرجع ريبلاي بدون اي مشاكل. اطب اطب بالدي اتش سي بي، اطلع من الدي اتش سي بي، ولا واحد يتحكم بي ولا واحد يسوي لي اي شيء. مثل ما تشوف البينج ده يرجع هنا بدون مشاكل. خلي ارجع اطب بالدي اتش سي بي انترفيس f0/0 اي بي ادريس دي اتش سي بي، وكذلك شت داون نو شت داون، انتظر يصير داون نو شت داون، حدخل بال DHCP وحاخذ IP مثلا يمكن 10.10.10.4 أو 5.4. تمام، وأقدر أسوي ping. إيه نعم، ping 10.10.10.3 ده يرجع لي reply، أكيد حيرجع لي reply. إذا ده أدخل لل DHCP وده أطلع وده أخلي IP بكيفي. هذا شنو؟ هذا يسمى الإشكال. إحنا ده نشوف الآن شنو هذا الإشكال. حيجي الاي بي سورس جارد يوقف لنا هذا الموضوع، يقول لك لا ماكو هيك كلام، ماكو تطب بكيفك وتطلع بالدي اتش سي بي وكذا، انت عندك اي بي مع ماك ادريس تلتزم به، اي تغير ما حد دخلك بعد للشبكه او اسوي بوليسي عليك او بلوك. هاي فكره المشكله اولا امامك. خلينا نجي نشوف الحل كيف حيكون. تمام، بالبدايه حسوي شنو؟ حسوي الاي بي دي اتش سي بي سنوبينج. اشاله هو مو ضروري، لان احنا حنسوي يعني فقط لان حنسوي ستاتيك اي بي سورس، بس دائما يحتاج الاي بي سورس، يحتاج السنوبينج او الدي اتش سي بي سنوبينج حتى يتعامل معه. تمام، قلت لك هذا الموضوع متشابك، الدي اتش سي بي سنوبينج وكذلك الدي اي اي وكذلك الاي بي سورس متشابك يعني كثير مواضيع بي، والاي بي والسكيورتي بورت او البورت سيكيورتي من سيسكو كذلك مهم، مع الماك والاي بي متشابك. تمام، انا شنو اللي اروح اقول له هنا؟ انا اقول له اي بي دي اتش سي بي سنوبينج، شغلت السنوبينج، وراها اقول له انت حتشتغل يا سنوبينج على في لان 1. تمام، اتاكد هل اخذ اي بي ولا لا، لان قبل شويه باللاب مال السنوبينج كان عندنا اشكال ما يشتغل، بس الان انا خليت الدي اتش سي بي في نفس السويتش فيشتغل بدون مشاكل. تمام، شلون نتاكد؟ حروح اسوي للكمبيوتر هنا هذا شت داون نو شت داون على الانترفيس واتاكد اخذ اي بي جديد ولا لا. انترفيس f0/0 شت داون، كذلك الراوتر 2 config t انترفيس f0/0 شت داون، واروح هنا اقول له نو شت داون. تمام، صار داون نو شت داون. اروح هنا كذلك اقول له نو شت داون، اروح هنا كذلك اقول له نو شت داون. لاحظ هنا انا اخذ اي بي 10 10 5، وهنا كذلك اخذ
خلينا نشوف هنا ايش قد اخذ. ننتظر الان 10 10 10 6، ففقط نصلح هنا. هنا صار ايش قد عندي بالاثنين 6 وهنا 5، تمام. خلينا نكتبها 5، الواي الاي بيات حتبقى لنهايه اللاب المفروض 6 هنا، تمام. واكيد بالكونفيجريشن انتبه هنا ال 0/1 ده يروح للراوتر 1، فلذلك هنا حتكون 5 وهنا حتكون 6. حنجي نشوف الاوامر هاي، تمام. الان بعد ما اخذ اي بي ولاحظ بوجود الدي اتش سي بي سنوبينج، اشتغل بدون اي مشاكل اذا كان الدي اتش سي بي داخل الديفايس. قبل شوي كان الدي اتش سي بي خارج السويتش، تمام. الان شنو اللي حيصير عندنا؟ نشتغل الاي بي سورس الريد. هذا اليوزر اذا غير الاي بي immediately يصير عنده دروب داون. خلينا نشوف اكو بينج من الراوتر 1 بالبدايه للراوتر 2. هنا نقول له بينج 10.10.10.6 الطرف الاخر، ده يرجع ريبلاي ولا لا، تمام. هنا نشوف كذلك بينج لل 10.10.10.5 يرجع ريبلاي بدون مشاكل، تمام. الان حروح نخلي هذا الامر، وطبعا هذا الماك ادرس اللي امامك هو الماك ادرس مال الديفايسز، اوكي، مال الاجهزه. مين جبته؟ شو ماك ادرس تيبل. خلونا نسوي هذا الموضوع. هروح على السويتش واطبق الاي بي سورس كارد. بالبدايه اروح اشوف الماكات صحيحه، شو ماك ادرس تيبل. لاحظ هذا الماك ادرس اللي نهايته او هنا عندنا سي 4، اوكي، دي يروح على 01. السي 4 دي يروح على 01، يعني نقدر نكتب هنا فد اشاره سي 4، اوكي، يعني هذا الماك ادرس مال هذا الديفايس دي يروح على 01، لاحظ، اوكي. الطرف الاخر خلونا نشوفه اللي هو اي 0، اوكي، اي 0 دي يروح على 02، يعني مال هذا الديفايس، اوكي. فحنروح ناخذ نسوي كوبي فقط لل يعني لل شلون اقول لك التعليم نعرفها، تمام. حسوي config t ip source ip source bundle bundling. طبعا انتبه هذا الباندنج هنا دي يصير شنو؟ لانه انا ما عندي ip source guard، اكو امر ip source guard وهو ياخذ الماك اوتوماتيكلي. انا اللي حسوي الان ip source guard statically، هذا static يسمونه، اوكي. اي بي باندل وحاخذ الماك ادريس مال الرقم السي 4 واقول له كوبي. هنا يقول لي كويشن مارك اعطيني الفي 9، اقول له يابا احنا بدنا نشتغل كله في 9 كويشن مارك، يقول لي اعطيني الاي بي هذا 10 10 10 5، صح. نتاكد السي 4 لاحظ 10 10 5، تمام. اقول له انتر، يحتاج شيء كويشن مارك، يريد الانترفيس انترفيس، اقول له هذا ترى على الاي 0/1، نتاكد اكثر على الاي 0/1، تمام. اذا اقول له انتر. الامر الاخر لازم اسوي موضوع الراوتر 2 كذلك، فحقول له اي بي سورس باندنج هنا كذلك. الماك ادرس حيكون شنو؟ اروح اشوفه هنا هذا دبل كليك رايت كليك هنا، وكويشن مارك حيطلب مني الفي 9، اقول له في 9 كذلك كويشن مارك، يقول لي الاي بي 10.10.10.6، اتذكر هذا الاي بي 6 اخذه من الدي اتش سي بي، واقول له ترى هذا على الانترفيس اللي هو اي 0/2، تمام. نتاكد كذلك 0/2، اقول له انتر. هل حيشتغل السورس الان؟ هل حيشتغل حاليا يعني اليات الاي بي سورس؟ لا، نحتاج امر نروح على كل انترفيس هنا ونكتب امر تشيك السورس، تشيك السورس، حتى يتشيك السورس اذا صار باي اشكال. انترفيس رينج اي 0/1-2، ليش؟ طبيت رينج اثنيناتهم حتى الامر واحد يكون اي بي فيريفاي سورس. ورا هذا الامر هنا بعد ما اكتمل الكونفيجريشن مال الاي بي سورس، خلونا نجي نسوي تشيك. التشيك المفروض من الراوتر 1 او الراوتر 2 تروح تغير الاي بي ادريس، فالاي بي سورس جارد حيشوف الاي بي اختلف، ومن يسوي بينج من الراوتر 1 للراوتر 2 راح يطلع ريكوست تايمينال. للاسف التيست ما حيشتغل بشكل صحيح، بس المفروض بعد ما تغير الاي بي ادريس في الراوتر 1 يطلع الريزلت، اذا تريد تروح على الراوتر 2 يطلع ريكوست تايم ويت اوت مثل ما دشوف.
كل الأوامر الخاصة بالسورس أو الاي بي سورس جارد هي أمامك هنا، تقدر تطبق هذا اللاب، بس للأسف يمكن التشيك ما حيشتغل عندك بشكل صحيح. حبيت أشوفك الأوامر، حبيت أشوفك هذا اللاب المهم مع فكرة الدي اتش سي بي اللي طبقناها على الفي لان 1، واعتبرنا الفي لان 1 هي الجيت واي أو الاي بي راوت، ديفولت اي بي راوت للدي اتش سي بي اللي موجود او اللي يعمله. اخيرا وبحمد الله خلصنا التشابتر التاسع، خلصنا الاي ار بي والدي اتش سي بي سنوبينج، وكذلك الاي بي سورس جارد اخذنا الفكره مالته بتطبيق عملي. فنقدر نقول هاي المواضيع صارت دن، انتهينا من عندها ان شاء الله. طبعا هاي دن صارت، وكذلك الـ IP Source Guard. بالنسبة للـ PBDU Guard والـ Root Guard كذلك انتهينا من عدها الحمد لله بموضوع أو بما يخص الـ Chapter التاسع. النقطة الأخيرة بهذا الـ Chapter هي الـ Access Control List، حخليها على الـ Chapter العاشر، لأن الـ Chapter العاشر كذلك بمادة تتكلم على الـ Access Control List، حأسوي التدريب مالتها والبراكتس على الـ Chapter العاشر. يا رب تكون أفكار الشابتر التاسع وضحت عندكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم.